عليكم، ازيكم؟ وحشتوني. النهارده هنعمل تبريمه حلوه جدا للجسم، إيه لو عندي بقع، تصبغات، كلفنا، مش عروسه جديده متزوجه، إيه بنوته وعايزه بقى تهتم بنفسها. الوصفه دي حلوه جدا، بتطلع كل الوبر وكل الشعر اللي بيبقى ما بتعرفيش توصلي له في الجسم، ولا إيه في حاجات كده ما تعرفيش توصلي لها، مهما تعملي لها حاجه ما تنفعش توصل لها، انما التبريمه بتوصل لها بادق التفاصيل. فبجد الوصفه دي خطيره وهتدعي لي عليها. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكمان اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم اول باول. ويلا بينا نشوف الوصفه ايه وجمالها، وما تنسوش اللايك. يلا بينا. هنا اول حاجه معايا النسكافيه او القهوه او البن، حسب ما بتقولوا اسمها في اي بلد ايه. النسكافيه او القهوه عموما بيزيل التصبغات والبقع والكلف والنمش وبيفتح البشره مع الاستمراريه. فالنسكافيه او القهوه ده حاجه اساسيه، لانها كمان بتحفظ الاكسده، فجميله جدا جدا القهوه او النسكافيه في اي وصفه تستخدميها للبشره، للجسم، للايد، للرجل، لاي حته، بجد تحفه. هحط كمان عليها ميه ورد. الكميه طبعا بحطها على قد الكميه اللي معايا، يعني انا مثلا حطيت معلقه من النسكافيه فهاخد معاها معلقتين من مية الورد. إيه ببدأ اقلب، لو حسيت ان انا هحتاج تاني بحتاج، لو حطيت مثلا إيه اقلب بزود إيه كمية تدريجيا عشان ما تبص مني، يعني خليك مركزة في المقادير. بفضل الاول بس اقلب لحد ما تدوب معايا تماما، واشوف هحتاج معايا كمان مية ورد تاني اخد معلقة ولا لا. انا هنا شايفة ان المقدار تمام ومعايا كويس، حطيت معلقة من النسكافيه ومعلقة من مية الورد فقط، وابتديت تدوب معايا زي ما احنا شايفين. اهم حاجة اقلب كويس، لان النسكافيه عندي ده بياخد شوية من التقليب، فاهم حاجة تقلبي كويس، مش شرط انها تكون سريعة الذوبان، المهم ان انت تقلبيها كويس جدا لحد ما تبقى معاكي زي المية كده او كريمي. شايفين انا بحاول ان انا يعني اعمل التكتلات دي، لان انا عايزاها تبقى ناعمة معايا، ما تبقاش مكلكعه معايا. كمان عايزه اقول لك الوصفه دي بقى حلوه جدا، هتشيل كل البقع اللي بتبقى في الظهر، الحبوب الصغيره، الناس اللي بتشتكي من عندها حبوب صغيره في الظهر، عندك شعر صغير مش عايز يطلع بالسويت، او ما بتعرفيش تستعملي سويت في ظهرك. تحفه الوصفه دي جدا. هستخدم كمان معايا البيض، هحط معايا صفار بيض بس. صفار البيض بقى ده يعني لا يعلى عليه في كل حاجه. اولا بيخلي الوصفه بتاعتي متماسكه كويس، ثانيا بيخلي بشرتي متفتحه، بيساعد مع القهوه او النسكافيه ان يزيل البقع والتصبغات والكلف والنمش والحاجات الكتير اللي بتبقى مشاكل في الجسم او البشره. بشرتنا لو حساسه مش هنعرف نستخدمها، لانها بتبرميها، يعني زي ما انت شفت كده في اول الفيديو، هنقعد نبرم فيها لحد ما ننزل الوصفه، ما ينفعش نغسل الوصفه من غير ما تتبرم. فلو بشرتنا اللي هي الوجه حساس مش هينفع نستخدمها على الوجه، انما تستخدم للجسم عادي جدا، حساسة او مش حساسة الجسم عادي جدا بيستحمل شوية عن البشرة. فهنا انا قلبت بياض صفار البيضة، عفوا قلبت صفار البيضة كويس جدا مع الخلطة بتاعتي، وهحط معايا يا ترمس مطحون يا حمص مطحون، اي حاجة متاحة عندي، الاتنين البدائل بتاعتها كويس. من اقوى واجمل الحاجات القوية في الوصفة كمان الترمس المطحون او الحمص المطحون، في ازالة كل اللي احنا قلنا عليه في الاول، اللي هو كلف، نمش، بقع، تصبغات، عندك حبوب، عندك شعر، بيفتح البشرة جدا جدا جدا. يعني انا متهيألي كل العرايس بتعمل الوصفة دي قبل الفرح ب3 شهور، بتفضل مستمرية عليها، بتدخل منورة. قلبتهم بقى كويس، بصوا ده القوام بتاعها. معلش اعذروني على الاضاءه المنيله دي، انا هحاول اظبط لكم والله الاضاءه، بس بحاول اشوف حاجه قويه. هنا هجيب الفازلين الطبي، فازلين يعني الفازلين ده من الحاجات الجميله جدا جدا اللي الناس بتقول ازاي بتحطيه على البشره او الجسم. هي لو بشره جافه بستخدمه، البشره لو دهنيه ما ينفعش احطه على الوجه، ما ينفعش احطه لو البشره مختلطه على الوجه، انما البشره جافه تتحط على الوجه جميل جدا جدا في الترطيب، ترطيب، فحلو جدا للبشرة الجافة، وطبعا في الجسم خطير جدا، هيديكي ملمس ناعم وهيخلي البشرة لينة ومش مشدودة. ممكن كمان لو انت حطيتي، لو هتعملي الخلطة للجسم مثلا، كتري فازلين علشان ما تحتاجيش ترطيب لبعد كده،
تمام. بصوا القوام بتاعها خطير خطير. انا عامله الوصفه دي هعملها لايديا ورجليا، بصراحه عجبوني جدا. هعمل من اول الركب لحد الرجل من تحت، حلوه جدا بصراحه، وبتكفي الكميه، بتبقى حلوه ومعقوله وبتغطي معاكي. هنا خلاص انا قلبتهم كويس، تمام. يلا بينا بقى نعملها ونشوف هيبقى شكلها ايه قبل وبعد. انا هنا بصوا القوام بتاعها تقيل جدا يا بنات، يعني انت ممكن تخففيها كمان لو انت حابه تخففيها بمعلقه ورد كمان، يعني انت ممكن تزودي معلقه كمان من الورد، فحلو قوي. استخدامها بقى وطريقه استخدامها هقول لك عليها، وهقول لك على كل التفاصيل بس بعد ما نشوف النتيجه قبل وبعد. تابع معايا الفيديو للاخر، وما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان كل جديد يوصل لك اول باول. هنا بقى بصوا، انا لازم اما اجي اعمل وصفه او اعمل ماسك لازم يعني املا دي، املا بشرتي، املا جسمي، مش اللي هو لحسه، عشان بشرتي تستفاد من الوصفه وكمان تشرب الوصفه بتاعتي. انا بصوا يعني انا مغرقه مثلا ايديا، مغطيها، مش سايبه حته فيها باينه زي ما انت شايفه كده. ده اي وصفه، مش الوصفه دي بالظبط، يعني اي وصفه لازم تحطي كده كميه معقوله عشان بشرتي تشربها واخد منها نتيجه حلوه، لكن هلحس دي مش هتنفع معايا خالص يعني، تمام. انا هنا بصوا وزعت كويس جدا، بسيبها قد ايه تنشف؟ بسيبها حوالي من ربع ساعه، من 10 دقائق لربع ساعه، من 10 دقائق لربع ساعه تنشف تماما. هروح بقى انشفها قدام المروحه وارجع لكم. هنا خلاص بصوا نشفت معايا تماما. اهم حاجه ان انت لما تسيبيها تنشف تتاكدي انها نشفت خالص، عشان بصي لما تتبرم معاكي تتبرم معاكي كويس جدا وتطلع كل الحاجه اللي انت عايزه تطلعيها من جسمك. شايفين هنا بقى انا بعد ما سبتها ابتديت ان انا افركها بالشكل ده. على فكره تنفع للاماكن الحساسه اللي تحت الابطين. بصوا بتفركي كده بالشكل ده كده واتجاه واحد، يعني تفضلي رايحه كده، يعني اللي هو زي ما انا بعمل بالظبط، مش بحركات دائريه والكلام ده كله، لا باتجاه واحد رايح جاي كده، تمام. بصوا بتنزل معايا كميه حاجات من الايد فظيعه. طبعا ده الايد يعني ما بتبقاش قد الجسم، لان الايد مثلا ايديكي على طول في المطبخ، في الحمام مثلا، بعد التواليت بتغسلي ايدك دايما عموما، انما الظهر، الجسم، الحاجات دي مهما تستحمي مش هتطلعي اللي هتطلعيه قد ما هتطلعيه في الوصفه. هنا خلاص بعد ما برمتها، تعالوا بقى نقول طريقه الاستخدام. بتستخدميها مرتين في الاسبوع لحد اما تحس ان جسمك اتطلع كل اللي فيه خلاص وكل الحاجات اللي مش تمام، وبعد كده بستخدمها مره واحده في الاسبوع. انت النتيجه بتشوفيها من اول مره، وبسيبها زي ما قلنا ربع ساعه، النتيجه خرافيه خرافيه خرافيه. انا هوريكي النتيجه بعد، هتتصدمي بعد ما تشوفيها، بجد خطيره. طبعا هقول ان النتيجه ما بتبانش قوي معايا، ليه؟ لان انا دايما بستخدم وصفات وبستخدم حاجات، فمش محتاجه ان هي هتبان معاكي النتيجه. يعني ايديا مثلا موحده، ايديا اللون بتاعها تمام اوكي، ما فيهاش بقع، ما فيهاش حاجه، ده بالنسبه لي عادي. انما واحده ما بتستخدمش وصفات مثلا، ايديها اسمرت من شمس، من سفر، من بحر، الكلام ده كله، هتفتح معاكي وتظبط معاكي من اول مره، هتشوفي النتيجه اكتر. لان انا عشان بستخدم دايما وصفات وبستخدم حاجات، ففي ناس بتقول انا ما بشوفش الفرق. ما هو انت مش هتشوفي الفرق لان انا دايما ايدي في الوصفات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباي باي.